ببالغ الحزن والأسى كتب كلمات هذه المرثية الأخ قيس محمد علي صالح مظفر، يرثي بها والده المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد علي صالح مظفر نونها الحدى، ويليها الجواب من أخيه السجين أحمد محمد علي مظفر. وتقبلوا تحياتي الشاعر صالح العجيب. قال قيس المظفر أحمد فرق من حاب وتبي حيدي يا وجع علي وجع علي قلبي موتة من هذا معي على الخد قد صاب والحشا والفؤاد على الحنيني وقلبي ما وجع قط بايع عدل وجع فهدت الأب بعد بدمع عيني فوق خدي تصفي مات من كان لجاني بر الضيق يذهب منهتفنا نقول يا به في قبل ملبي كان لو حاشوك الصاحب يشده ورتب كان يصحب صاحب صادق وما كان كذبي عاش طيب مدى عمره وفيما تقلب كان درب الوفا والعز له خير دربي كان بالحق يمشي صح ما هو ذب ذهب كان لي صاحبي والأخ وأعظم ربي يرحمه ربنا رب وعلم وأدب اسكنه جنتك بدعيك وارجوك ربي واجعله جنب سيد الخلق عندك مقرب ارتجيك انت يا غاية رجائي وحسبي بعدها عزي اخواني مع العم الاقرب عمي الجيد لحمة سعدي رزح جنبي يا معين يا حماد المقدام والجيد مصعب ياسر ايضا علي عابط الله الكل جنبي نلتزم منهج الوالد شريعه ومذهب لا يكون مننا واحد مخالف وسلمي والاخان حفظه لان الاخ خير مكسب انت والرزح وانتوني ضمالي وكسبي نرضي الوالده من اجل ان نرضي الرب من رضاها ودعواتها جلا كل كربي والوفي برشاده انسان يفكر ويحسب جد فزعت الجوده من دون نبي والمروه شربها شرب في نهرها شعب همت الشامخه ساع شامخات الروابي وهذا الجواب من السجين احمد محمد علي مظفر على اخيه قيس محمد علي مظفر مرحبا اخي والاحمد تساعدي الف مرحب مرحبا بيتم ما حزوني يرثي بهبي ولدي موتة تهدي خلت القلب يبلعب ما تبي حيدي الغالي حنيني وقلبي دمعتي ساكبه والقلب في صدري لهب داخل السجن تهنى لزادي وشربي بعد بيضيق ما عاد شي على الله ما حساب نال حزني وصد صعد بين فرقه تشبي والعمل فيك بعد الله بك دوم للتعب انت الاب بعد الاب للركن لبي انت الجيد جودك مثل ما الريح لهب وانت يا قيس رزح الظهر بخت ومهيبي انت الاخ وانت الانسان سيرك نرتب وانت قد ومدك نفخر بمشرق وغربي
طاعتك والفدا ما قد فعلها مش الناب فكلا انت ضحيت ومن صدق حبي عشفت راه وكنت له من بعيشه تسبب نصر تشهد بما ضحيته والطبيبي ذكر طه عدد ما الخط يرسم ويكتب سيدي نذكره دايم وله وصحبي